مع بداية شهر أكتوبر الذي يخصص للتوعية بسرطان الثدي عالمياً، انطلقت السيدة سهام التتري إلى مؤسسة العون والأمل لرعاية مرضى السرطان لتبدأ أول أيامها في تعلم اللغة الإنجليزية ضمن مشروع يعنى بالمصابات بالسرطان والناجيات منه، بتمويل من القنصلية الأمريكية في القدس، حيث يمكن النساء الناجيات ومن تخضعن للعلاج من تطوير قدراتهن سواء في اللغة الإنجليزية أو علم الحاسوب والتوعية بحقوق المرأة، لبث روح الأمل لديهن ورفع مستوى وعيهن وانخراطهن في الحياة بشكل طبيعي. هذا دعم نفسي بالنسبة إلي، ودعم بسندني لأن أنا بطلع بسافر، فعشان أتعامل مع المعبر وهيك وأمور هم بيحكوش عربي، فلازم تكون عندي لغة إنجليزية أو عبرية. المشروع مفيد إلنا كتير من ناحية إنه حيدربنا اللغة الإنجليزية ودورات كمبيوتر، غير الضحك اللعب، نشوف النساء المريضات سرطان زينا زي غيرنا، نتعرف عليهم نشوف شو عندهم. يشهد شهر أكتوبر الكثير من النشاطات والفعاليات التي تحضرها المؤسسات المعنية لتسليط الضوء على المرض والتوعية به، فهنا أيضاً ورشات عمل تدريبية تتلقاها النساء لإنتاج الأثداء الصناعية لمريضات سرطان الثدي لمساعدتهن نفسياً ومادياً. أكتوبر هذا العام سنبدأ بتوفير جرعات الهيرسبتين للنساء الغير قادرات على السفر من قطاع غزة، هي جرعة تأخذها المرأة المصابة بسرطان الثدي كل 21 يوم. أكتوبر هذا العام أيضاً سيكون في معرض ريعو سيذهب لشراء الأدوية، وفي نهاية أكتوبر سيكون عشاء خيري أيضاً ريعو سيذهب لشراء الأدوية الناقصة. وترتفع نسبة سرطان الثدي في غزة مقارنة بدول الجوار، ويحتاج مرضى القطاع إلى المساعدة في تجاوز ظروفهم القاسية، حيث لا إمكانيات حقيقية في التشخيص والعلاج ولا فرص كبيرة للنجاة في ظل إغلاق المعابر والانتظار في قوائم طويلة لتلقي العلاج. 140 حالة جديدة تكتشف شهرياً في قطاع غزة، عادةً بيكون النصف منها من النساء، لأنه سرطان الثدي هو الأعلى ما بين النساء ويحتل المرتبة الأولى في فلسطين. غزة الحصار، عدم توفر الأدوية، عدم قدرة النساء على السفر بتقلل من فرصة النجاة عكس الدول الأخرى. تتزامن فعاليات شهر أكتوبر الخاصة بسرطان الثدي مع الحراك السياسي الفلسطيني وقدوم حكومة التوافق الفلسطينية لإنهاء الانقسام، وهي فرصة توجه من خلالها المؤسسات المعنية نداءاتها المتكررة لوضع مرضى السرطان على سلم أولوياتها وإنشاء مستشفيات متخصصة وفتح المعابر للعلاج بالخارج. وسام ياسين، الحرة، غزة.